جهاز جديد لعلاج البدانة، ويعتبر هذا الجهاز الأول لخسارة الوزن الذي تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منذ 8 سنوات، ويعرف باسم نظام مايسترو، وتتم زراعته عن طريق تدخل جراحي في منطقة البطن. يعمل هذا الجهاز على التحكم بالشعور بالجوع والشبع من خلال استهداف مسار العصب بين الدماغ والمعدة، فيقوم بإرسال نبضات كهربائية تتدخل في نشاط العصب المسؤول عن إرسال إشارات إلى الدماغ عند الشعور بالجوع. ويأتي هذا الاختراع في محاولة للحد من انتشار البدانة والأمراض التي تنتج عنه، في حين يسجل العالم العربي أكبر نسبة انتشار للسمنة، وتشير الإحصاءات إلى إصابة 36% من سكان السعودية بالسمنة. أما الأشخاص المؤهلون لزرع الجهاز فهم الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يتراوح مؤشر الكتلة لديهم بين 35 و45. من جهة أخرى، أظهرت دراسة أجريت على مدار سنة أن المرضى الذين زرع لهم هذا الجهاز فقدوا من الوزن 8% أكثر من الأشخاص الذين اتبعوا حمية غذائية دون زراعة الجهاز. آسيا صفي الدين، العربية.